أنتن حالمات بغد أفضل. السلام عليكم، فاطمة أوباها رئيسة جمعية الفتوح والتنمية الاجتماعية وكذلك مديرة مؤسسة أكاديمية رؤية التدريب والتعليم الأولي. اليوم كنتواجدوا بالحفل المتميز اللي هو 8 مارس عيد المرأة، وبهذه المناسبة اليوم العالمي للمرأة أود أن أحيي كل امرأة، كل امرأة ناضلت وكافحت واستمرت في العطاء رغم الإكراهات، رغم وجمعت بين العمل والأسرة. فصراحة كنحييها من هذا المنظر، ومن نساوش نشكره كذلك مجلس مقاطعة حصين وفعالية المجتمع المدني اللي قاموا بتنظيم هذا الحفل هذا المتميز. الكريم ديالي صراحة جا مفاجأة ما كنتش منتظرها، واخا جا معطر الحمد لله من بعد نضال الحق الجمعوي ديال 21 سنة وفما فوق. الناس المنظمة وكذلك مجلس مقاطعة حصين، ومن نساوش المبادرة الوطنية على المساهمة على الدعم والمساهمة ديالها كذلك، وتحية لكل أم. سيدة أمل حرشاوي مستشارة بمجلس مقاطعة حصين. كما كنعرفوا أن مقاطعة حصين دأبت على تخليد هذا اليوم الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة 8 مارس، أسبوع كان حافل بالاحتفالات والفعاليات، وهذا النهار هذا كينظم مجلس مقاطعة حصين بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني حفلا احتفائيا بالمرأة، المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة الحصينية بصفة خاصة. وهذا اليوم كاين برنامج مشوق منه احتفالات وتكريمات لمجموعة ديال النساء اللي عطاو واللي استشرقوا في المقاطعة ديالنا، وكنرحبوا بالحضور وكنرحبوا بالفعالية المجتمع المدني اللي أصبحت شريك المقاطعة، شريك يعني كما كنعرفوا فعالية المجتمع المدني اليوم أصبحت واحد فاعل في التنمية. مقاطعة حصين فتحت الباب لفعالية المجتمع المدني بالمقاطعة من أجل إبراز الذات ديالها، إبراز النشاطات ديالها وإبراز المجهودات ديالها، وهنا باش يبانوا لنا الجمعيات اللي كيعطيو اللي كانوا كيعطيو في الخفاء، والان هما ظهروا وشريك فاعل مع المجلس اللي فتح لهم الباب وعطاهم الفرصه انهم يقدموا النشاطات ديالهم والنجاحات ديالهم والمجهودات. مريم بن الروز مستشاره بمقاطعه حصين. نظم مجلس مقاطعه حصين بشراكه مع فعاليات المجتمع المدني حفلا لتخللوا عروض ومنتوجات نسائية وكذلك عروض فنية، عروض مسرحية تعبيرية، تكريمات نسائية لفعاليات نسائية. وبهذه المناسبة أقدم تحية للمرأة المغربية وتحية للمرأة القروية وتحية للمرأة الحصينية. تولية موزون فاعلة جمعوية بتوراب مقاطعة حصين، سعيدة بتواجدي وحضوري اليوم وتلبية الدعوة لمجلس مقاطعة حصين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تخليد 8 مارس. المجلس كينظم هذا الحفل واحتفاء بالمرأة بمجلس مقاطعة حصين وجميع الفعاليات على تراب هذا حصين، سواء مستشارات بالمجلس، فاعلات جمعويات، وأيضا السكينة تكريم هذه الفعاليات في هذا الحفل اللي كتخلو مجموعة من الفقرات، فقرات فنية، فقرات ثقافية. بهذه المناسبة كنشكروا المجلس على إتاحة الفرصة للمرأة بمنطقة حصين للتعبير عن مدى امتنانها وافتخارها بعطائها، وأيضا بهذا الشريف من طرف المجلس وبعض فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة. هي فرصة أيضا نوه فيها بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك نصر الله وإرادته الحقيقية للنهوض بالمرأة في شتى المجالات. والمرأة المغربية دائما المرأة المناضلة المكافحة اللي بصمت تاريخ المغرب بأمجادها بمداد من ذهب. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.